اقترن فن الخط العربي بالزخرفة العربية، حيث استخدم الخطاطون في ذلك طرقا وآفاق في الإبداع، وقد تفننوا بالخطوط قديما وحديثا في أنواع الخطوط العربية وتطويرها وأشكالها. رح نحكي عن الخط العربي، ورح نحكي عن أهم المراحل يلي مرق فيها، مراحل التطوير واستخداماته للخط العربي، مع الفنانة التشكيلية ريم قبطن. أهلا وسهلا فيكي، اختصاص خط عربي. أهلا أهلا وسهلا فيك. وسهلا، أهلا يسعد فيكم، صباحك. يسعد يسعد صباحك صباحك وأهلا وسهلا فيكي. خلينا أهلا نحكي وسهلا. عن هذا الفن وعن مجالاته وأهميته للخط العربي كمان. أول شيء صباح الخير. أكيد فن الخط العربي هو فن عريق، له أصول عريقة، وهو طبعا بيرتبط بتراثنا، لذلك دائما لازم نشجع عليه ونشتغل فيه لحتى نربط الجيل الجديد بهالثقافة وننميها لتكون طريق للاستمرارية فيه والدمج بين المعاصرة والحداثة أيضا مع القواعد والأصول. نعم، خلينا نحكي اليوم قديش مهم وجود الخط العربي، إن كان بالديكورات المنزلية، إن كان بدخل بالملابس. دمج الخط العربي عالميا نعم. بأي شيء، يمكن بالموضة، بخطوط الفن العريضة أيضا. نعم، هذا دليل على أهمية الحرف العربي وجمالية شكله، مو بس بالنسبة للناس الناطقين أو الشعوب الناطقة باللغة العربية، بالعكس بما أنه دخل بالتصاميم فهو معناته أنه له جمالية وجاذبية كبيرة، وبتضفي دائما جمال وقلق على أي مجال بتفوت فيه. أكيد. خلينا نحكي أكثر عن أنواع الخط العربي اللي دائما أنت بتحاولي بلوحاتك تكون موجودة. الحقيقة الأنواع، الخط العربي له أنواع عديدة وله مدارس عديدة أيضا، وارتبطت مدارس حسب شعوب، حسب ثقافات معينة. الحقيقة أنا يعني بكتب بعدة خطوط، بكتب بالرقعة، بالديواني، بالنسخ، بالخط الفارسي، بخط الكوفي، بخط بوستان، ولكن أقرب الخطوط لقلبي هن الخط الديواني وخط النستعليق الفارسي. شو السبب الأقرب لقلبك؟ يمكن لأني فنانة تشكيلية، بحب الخطوط اللي فيها مدود وفيها حركة كبيرة وتتناسب مع تقنيات الرسم والزخرفة أيضا. تماما، خلينا نحكي عن أهم المعارض ومشاركاتك فيه. يعني على مدار السنوات الحمد لله كان عندنا معارض عديدة جماعية مع زملاء مثلا فنانين، ومشاركات بمعارض جماعيه بتقيمها وزاره الثقافه بمناسبات سواء وطنيه او اجتماعيه، بالاضافه لمعارضي الخاصه. انا كان عندي 3 معارض فنيه، عندي معرض بالفن التشكيلي كان بدار الاسد للثقافه والفنون تحت عنوان لمسات شرقيه، وايضا عملت معرضين بالخط العربي والزخرفه. تمام، خلينا نحكي هلا شو جديدك، شو الجديد اللي بتحبي تحكي لنا عنه؟ طبعا دائما في شيء جديد. اول شيء الجواب بينقسم ل يعني شطرين، خلينا نقول في جديد ريم كريم كفرد من الافراد كفنان تشكيلي، وفي جديد ريم كفرد بالمجتمع السوري اللي عم نشتغل على الناحيه المجتمعيه لخلق يعني نهضه للجيل الجديد. الحقيقة ببداية مطلع العام 2020 توجهنا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتأسيس جمعية فنية ثقافية تحت عنوان بيت الخط العربي والفنون. أكيد المجالات الجمعية معروفة من اسمها، هي بتعمل على نشر ثقافة الخط العربي وفنونه على أكبر شرائح المجتمع السوري بمختلف أعماره. طبعا بتعرفوا نحن كوننا سوريين دائما نفتخر بالمدرسة الشامية العريقة بالخط العربي. هلا كان الحقيقة بالسنوات السابقة او الفترات السابقة في شوية تهميش لمجال الخط العربي، يمكن كونه طغت الفنون التشكيلية اكثر بهالمجال فتراجع اداء الخط او دوره الفني بالمجتمع. طبعا مدرستنا عريقة، لها يعني لها طابع اصيل ومعروفة بكافة البلاد العربية ايضا، بالاضافة للبلاد اللي بتعنى بثقافة الخطوط، فن الخط بشكل عام. عندنا طبعا قامات كبيرة ثقافية واساتذة خطاطين بلاد الشام معروفين، هن المدارس وبصمات بها
المجال، فحبينا من هالمبدأ إنه نرجع نشتغل على يعني نشر هالثقافة وتثقيف الجيل الجديد فيها وتعريفه، لأنه مثل ما حكينا بالبداية هي شيء من تراثنا، وبدنا نربط التراث بالحاضر لنعبد الطريق يعني للأجيال للمستقبل. بالإضافة أنه كمان الجمعية تعنى بنشر ثقافات ودعم الفنون التشكيلية كافة، من فن تشكيلي، من فنون تراثية، من فنون إسلامية وخط وزخرفة. هلأ كونه نحن المؤسسين فنانين تشكيليين ومثقفين وإعلاميين، كمان كان عنا جانب لدعم الشعر والأدب والفعاليات الثقافية والمسرحية بشكل عام. الحمد لله مشيت أمورنا بسهولة وحصلنا على معظم التراخيص والموافقات. بدينا بالموافقات الأمنية للأعضاء المؤسسين واسم الجمعية طبعا ومبادئها وأهدافها وطريقة عملها. مرينا بمحطات عديدة وصولا لمحافظة دمشق. الحمد لله حصلنا أيضا على موافقة وتوقيع سيادة المحافظ، بالإضافة لقرار المكتب التنفيذي، ونحن الآن جمعية تحت الإشهار. بس بحب شوي نوه لفكرة بيت الخط العربي والفنون، إنه هي ما لها فكرة جديدة. نحن تقريبا من عام 2018 بدينا مع مجموعة زملائنا الفنانين بالتخطيط، يعني هلأ حكينا عن هالموضوع، لمعارض جماعية تحت عناوين معينة لها علاقة بمناسبات وطنية أو مناسبات اجتماعية بتخص بلدنا، وشاركنا عدة مشاركات. بالإضافة أنه أقمنا ورشات عمل عديدة بمجال الرسم والخط للكبار واليافعين، الناشئة اليافعين يعني الجيل الإعدادي والثانوي اللي هو كتير هدفنا أنه نشتغل عليهم، حتى أنه عملنا لهم معارض. ويعني هون بتوجه بالشكر للمراكز الثقافية، بخص بالذكر مركز الثقافي العربي بأبو رمانة وبكفر سوسة، بشكل عام وزارة الثقافة ومديرية الفنون الجميلة دائما عم يساعدونا ويقدموا لنا صالاتهم وكافة التسهيلات، كمان مشكورين. أيضا دوراتنا على مدى العام صيفا شتاء بفنون التشكيلية، بالرسم، تقنيات مختلفة، بالرصاص، بالفحم، بالمائي، بالأكريليك، بالباستيل، وصولا للزيتي. أيضا على مدار العام دوراتنا بالخط العربي للناشئة، خاصة اشتغلنا بالرقعة، بالديواني، بالخط الكوفي، وأيضا بفن التصميم وفن الزخرفة وتصميم اللوجو. نعم، خليني هيك ركز على تدريس الخط العربي، ولكل حدا عنده الرغبة انه يدرس. هو نعم. علم كتير كبير، هو أكيد. فن اصلا أكيد. فن يعني أصلي. هو مو كل حدا خطه حلو يمكن بيقدر أكيد. يخطط ويعمل يعني تقريبا نعم تماما نعم. خلينا نحكي اليوم عن اهمية دعم الخط العربي من خلال الدورات نعم. او انه نحن كمان نشبك مع الجهات أكيد. المدرسة بالمدرسة حتى نعم. لانه كل ما بلشت الولد من عمره صغير يمكن كل ما لقط اكثر مثل ما بيقولوا. خلينا نحكي عن أهمية التعليم والمحافظة على الخط العربي. نعم، هلا مثل ما تفضلتي حضرتك انه العلم من الصغر، يعني مثل ما بيقولوا كالنقش على الحجر، لذلك ضروري كثير انه تنفرد حصص يعني تكون مدرسيه غير موضوع الدورات، لانه الدورات بيجي الانسان برغبته، ولكن المدرسيه بتصير ماده يعني او حصه ملزم الطالب فيها والاهتمام فيها. اكيد مثل اي مجال في ناس حتبدع وفي ناس لا، ولكن بشكل عام اعطيتي فكره عامه عن هالموضوع يلي هو مثل ما حكينا بيرتبط بتراثنا ولازم ننميه. يعني عن طريق الجمعية، هي هدف من أهدافنا أنه نحاول أنه نخصص حصص بالمدارس إضافة لحصص بالمراكز الثقافية لنشر هالثقافة على أوسع نطاق. أكيد ريم، لكل فنان رسالة، خلينا نعرف شو هي رسالتك أنت. رسالتي أول شيء يعني شو بدي لك، رغم الظروف ورغم الصعوبات وكل شيء، نحن الفنان التشكيلي السوري دائما عم يكافح لحتى يكون له دور بالمجتمع وببناء المجتمع وبنهضته، وهذا الشيء اللي نحن عم نشتغل عليه، يعني سوريا أولا والحب كله لسوريا. هي رسالتي. أكيد أكيد، هي لازم تكون عندها هي المواهب وخاصة بالخط. خليني كمان ارجع ركز على نقطة، دائما بالمدرسة يمكن عندنا الخط، ولكن حصة الخط هي بتكون لتكملة نعم. نقص باقي الحصص صحيح.
أو يمكن بتكون مهملة نوعاً ما. تماماً. حكينا نقطة عن أهمية التركيز بالمدارس، ولكن بالمدارس هو التركيز على تحسين خط الطالب وليس تعريف على ثقافة الخطوط العربية. هي الثقافة اليوم قد كمان مهمة أن تكون موجودة ويمكن تدخل بالمناهج بشكل رسمي يعني. أكيد، مثل ما تفضلتي الخط بمعظم المدارس لا ما له موجود كحصة، هو عبارة عن سطر بكتاب العربي يمكن خلف درس القراءة، انه اكتب بخط جيد يعني. تمام. هي هي او بخط كنا. تمام، او بخط الرقعة، بجوز بيذكروا انه بخط الرقعة، ولكن ما بنعرف شو يعني خط الرقعة. خط الرقعة له مبادئ، له قواعد، غير الخط الكتابي اللي هو الصحفي يعني اللي موجود مطبوعة في الكتب. تمام. فلازم قبل ما نبلش بهذا التعليم انه يعني نفرض مساحة للتعريف بالخط وبنوعه، ومثل ما حكيتي حضرتك مثل تاريخ الفن، مثل تاريخ أي شيء، لازم يكون في تاريخ الخط العربي يعني. أكيد. هو على مر العصور يعني ابتداء من بداية تدوين القرآن الكريم بلش الخط ككتابة، ولكن من قبل كان مستخدم بالزينة الأوابد الأثرية يعني. وكمان خلينا نقول لو ما المعارض والإبداع طبعاً. عند السوريين ما كانوا برا. صحيح. عالمياً صار يدخل بكل ديزاينات. أكيد الفنان الفترة السوري الأخيرة. دائماً له بصمة كبيرة، ورغم كل شيء صار بالأزمة وبهالظروف ظل في إلنا مشاركات خارجية، ويعني ظلينا دائماً عم نحاول نعكس الصورة الأصيلة الحضارية الأصيلة عن الفن السوري بأجمل صورة. بحب أحكي شغلة كمان لو سمحتوا، إنه جديدنا ما حكينا عن جديدنا كمان، إنه من عبر شاشتكم يعني منبركم الكريم بنحب ندعي جميع متذوقين ومحبين الفنون التشكيلية وخاصة فن الخط لمشاركتنا بمعرض حيكون بالشهر العاشر بـ12/10 إن شاء الله. هو معرض بالخط العربي أيضا تحت عنوان رحلة المشق. هلا أهمية هالمعرض إنه حيكون ضيوف شرف في أساتذة كبار وقامات فنية كبيرة بمجال الخط العربي، وهن فرسان أصلاء للمدرسة الشامية تكرموا علينا، حيشاركونا بالمعرض، حيتيحوا لنا إنه نشوف هاللوحة يلي كل عمرنا بنشوفها مثلا بالنت أو بالفيسبوك أو كذا، ما بنعرف حجمها ولا لون ورقة، ولا شفنا سيمفونية الحبر وهو ماشي على الورقة، ولا يعني أماكن الشفافية، أماكن تجمع. حيتيحوا للمتلقين أنه يشوفوا هالشي، بالإضافة لمشاركات من فنانين بيت الخط. أيضا حيكون عنا، وهو هذا الشيء الحقيقة المهم، أنه في مجموعة من الفنانين اللي هن مثلا هواة أو فنانين جدد ما أتيح لهم أنه يتسلط الضوء على أعمالهم، أيضا هدول بذرة فنية جديدة رح نسلط الضوء على عملهم، وحيكونوا مشاركين بلوحاتهم. طبعا في يترافق المعرض بندوات حوارية لكبار الأساتذة وورشات عمل تفاعلية بين الطلاب والأساتذة. أكيد. خلينا نحكي بالختام كلمة لكل حدا عم يسمعك، شو بتحبي توجهي رسالة للفنانين مشان يحضروا المعرض كمان؟ كله الكون، الشغل الكون، يعني كله لمشروع نهضوي له علاقة بثقافة الجيل، لنعبد الطريق لأجيال إن شاء الله بتحمل ثقافة البلد، كون دائما الفنون هي اللي بتعبر عن الموروث الثقافي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا كثير لك. بس خليني نوه على النقطة كثير مهمة، دائما بيقولوا الأدوات الخط هي يمكن غير متوفرة بالشكل الصحيح. خلينا بس قبل ما نختم معنا يمكن دقيقة أو أقل نحكي عن استخدامات أدوات الخط إذا ما كانت متوفرة. نحن فينا نكتب بالقلم العادي والورق العادي أيضا؟ هلا طبعا الورق العادي والقلم العادي هن لتحسين الخطوط، ولكن ليس للخط كفن، لأنه أنا دائما بستخدم بمجال أي خط عم بكتب فيه طبعا بعلم الخط يعني القصب أو القلم يلي بيبقى مشطوف بزاوية معينة، فأنا القلم الستيلو العادي أو القلم الأزرق الناشف ما بيحقق لي هالزوايا، فهو بس فقط لتحسين الخط. في أدوات ولكن متواضعة جدا المتوفرة عنا، يعني يصير فينا أنه إذا حدا سافر أو قدرنا نأمن من برا أو كذا،
يعني ماشي الحال، ماشي نتأمل الحال. الأفضل دائما يعني. دائما نتشكرك. بس نروح على المكاتب بنلاقي تعليم الخط العربي هو للأطفال، شو رأيك بهدول الكتب؟ حلوين والله ومفيدين، هل ممكن يتعلم منهم؟ أكيد أكيد. هلأ لو ما تعلم بيكون دخلتي بعقله إنه في شيء لازم، مثل وقت بتقولي له ارسم هالشجرة وارسم هالطير كناحية جمالية، إنه اكتب هالجملة تقوية لإيده ولنظره ولغته العربية أيضا. يا هذا الشيء كثير مفيد ضروري. ممكن الأهالي يبلشوا. طيب الأم يلي ملاقية ابنها يعني شوي ما بيحب الكتابة والخط، شو بتنصحي يعني كيف بدها تبلش معه؟ يعني يكونوا الأهالي، خلينا نقول يكونوا هن قدوة لأولادهم، يبلشوا هن يحسنوا خطهم. نعم، حتى الاولاد تشوف شيء حلو وتبلش تحاول انه يعني تشتغل بهالمجال كمان. نعم، بدنا نشكرك كثير، شكرا كثير ويسعد صباحك.